من وسائل الإعلام، واستمرت الجلسة طيلة هذه الجلسات، وكل طرف قدم لديه من أدلة، والمحكمة أدت المتهمين كل الحقوق اللازمة، خلاهم استجوبوا وقدموا شهود دفاع وقدموا مرافعات، يعني لم ينتقص أي من حقوقهم، ولم تعتبر ولم تكون كمحكمة خاصة كما كان يحصل في الماضي، إنما محكمة عادية، محكمة عادية سمح لهم بكل يعني وسائل الدفاع عن موكلين، وقدموا عدد من الدفاع وصبرت لهم المحكمة لإحضار عدد من الشهود، وفي الآخر وصلت الحقيقة والمعلومات والوثائق، وخاصة شهادة التشريح والضرب العنيف الغير مبرر وغير أخلاقي اللي طبق على رجل مسكين معتقل، يعني هو معتقل لديك انت الليلة، لو لقيته في ساحة وغى وفي أي مكان وتعاركته يمكن يكون في حتة منطق، لكن شخص انت معتقله وبهذه القوة الهائلة من الخشم القربة وتلحق بقوة زيادة أخرى من خارج المنطقة اللي هي فيها، وهذا العدد الضخم من الناس لينهاله عليه بالضرب، الدفاع بأنه الآلة اللي ضربوا بها ما فاس ولا مسدس، ما كفاية أنه الآلة اللي ضربوا بها ذات آلة ما سهلة، والضرب على مدة طويلة وبعدات ضخمة، كانوا بيرتاحوا هم كل خمسة بيضرب واحد ويرتاحوا شوية ويجوا خمسة تانين وهو خاضع للضرب طيلة هذه المدة. المحكمة أخذت كل الحقوق القانونية أدت اليوم، وفي الآخر وصلت إلى هذه النتيجة الواقعية اللي إنه برأت عدد منهم من الجلسات الأولى، برأت عدد منهم والآن برأت سبعة على ما أعتقد، برأت سبعة منهم وأدانت الباقين، العدد الأكبر بالإعدام بالنسبة لي أنا بقول 29 وعادل بقول 31، واثنين أدانتهم بمادة الاعتقال الغير مشروع وأدانتهم بثلاثة سنين سجن، ورغم إنه إحنا ما يعني ما مقتنعين بالفكوهم بالأول ولا السبعة فكوهم تاني ولا الاثنين اللي أدوهم ثلاثة سنين، يعني ما كفاية، لكن ده كله بعد ما نقرأ القرار ونطلع عليه حتى نقرر إذا كنا سنستأنف، وفي الغالب سنستأنف القرار لتشديد العقوبة وإدانة من أطلق سراحهم، ونحن نعتقد أنه كان يجب أن يدانوا. طيب شكرا مولانا عمر عبد العاطي رئيس هيئة الاتهام. ندي الفرصة الآن لمولانا تاج السر الحبر السيد النائب العام فليتفضل رئيس هيئة الاتهام عن الحق العام. أولا أنا سعيد جدا بالحكم الذي صدر اليوم، إذ كما قال الأستاذ عمر عبد العاطي أن الفرصة قد اتيحت لكل الأطراف لتقديم بياناتهم، واتيحت الفرصة للمتهمين لتقديم أوجه دفوعهم، وقد كانت محاكمة عادلة بحق. وفي هذه السانحة فإني أقول أن هذه الجريمة قد هزت الوجدان الإنساني، وهي بحق جريمة بشعة لم يشهدها المجتمع السوداني من قبل. شخص يعذب داخل يقتل داخل المعتقل ويعذب ويقتل داخل المعتقل، وفي هذه السانحة أعتقد أن لا بد من الدعوة إلى أن يصادق السودان على العهد الدولي الخاص بمنع التعذيب والمعاملة المحطة والتي تحط كرامة الإنسان. فأنا سعيد جدا بالحكم الصدر، طبعا للمتهمين حق الاستئناف، ولكن أعتقد أن الحكم قد انبنى على أسس قانونية وحجج قانونية واضحة، وفند كل ادعاءات الدفاع وأثبت قرارا بالإدانة تحت المادة 21 على 130 في حق 29 من المحكوم عليهم، والمادة 165
في حق 5 من المحكوم عليهم. ويعني أتمنى أن يسعد الشعب السوداني بهذا النصر المؤثر، ونسأل الله النصر لبقية المعذبين والنصر والانتقام لبقية الشهداء إن شاء الله. أيضا في هذه السانحة أريد أن أقول كلمة بسيطة. في عام 1986 عندما كان الأستاذ عمر عبد العاطي قد صادق السودان على العهد الدولي الخاص بالحقوق الأساسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الثقافية والسياسية، وقد كانت لنا يعني نفعا قد شدت من أجلنا كثيرا في الحديث عن انتهاكات النظام السابق للحقوق الأساسية. فنتمنى أن يكتمل الأمر في النهاية بهذه المسألة بإجازة العهد الدولي الخاص بمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبات الحاطة بالكرامة الإنسانية. وشكرا جزيلا. أنا أتسمح لي بالمشي. لا أستاذ عادل. طيب. اي لا هذا كده انا ارجع عادي بس هذا تفضل دكتور محمد العالم ابو زيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شهداءنا ما ماتوا عايشين مع الثوار. الدم بصاد الدم بعمرك بلدية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين وعلى خاتم محمد عبد الله الأمين. الحمد لله اليوم أسدل الستار على قضية السودان الأولى وقضية الثورة المجيدة الأولى، وهي فاتحة إن شاء الله لعدد كبير من قضايا تعيد للشهداء وتعيد للمواطن حقه. اليوم فتحت قضية جديدة وسجل جديد للعدالة السودانية، وفتح سجل جديد لتاريخ وحاضر ومستقبل السودان. كانت وراء هذا المجهود الكبير هيئة محترمة جدا من كبار العلماء والأساتذة، ترأسها أستاذنا عمر عبد العاطي النائب العام انتفاضة أبريل رجب 86 1405، وكان معه أستاذنا البخاري عبد الله الجعلي وهو الآن مريض، نسأل الله عاجل الشفاء. كان رئيسا منوبا وعدد كبير من الإخوة، وأيضا كان معهم أستاذنا الدكتور عادل عبد الغني كان مقرره الأستاذ ساطع الحاج. الحمد لله اليوم فتح هذا الباب، باب جديد إن شاء الله لكل موظف في الحكومة، موظف عام يجب أن يعي أن هنالك مسؤولية شخصية وراء أفعاله وليست الأمور المطلقة على عوهنها. ونؤيد ما قال به أخونا النائب العام في أنه يجب أن يصادق السودان فورا على عدد من العهود أبرز العهد الدولي لمناهضة التعذيب. أقدم لكم الرجل الذي بذل جهدا جبارا، الأخ عادل عبد الغني. القضية دي نحن نعتبرها علامة فارقة في تاريخ القضاء السوداني، وهي نقطة بتاع التحول من مؤسسات سواء كانت عدلية أو أمنية كانت تتستر على جرائم منسوبية الأجهزة الأمنية. إذا لاحظنا هذه أول قضية يحاكم فيها منسوبو الأجهزة الأمنية في قضية قتل بسبب التعذيب، أول مرة في تاريخ هذا السودان، وأول مرة يصدر فيها حكم على عدد كبير من مرتكبي هذه الجريمة. كان جهاز الأمن والمخابرات قلعة حصينة لا يستطيع العدل أن يطرق بابها، ناهيك عن أن يقتحم قلاعها. هذه القضية بمجهود كبير بهيئة الاتهام ممثلة في الحقين العام والخاص انتزعت انتزاعا
من براثن جهاز الأمن الذي كان قد شكل لها محكمة تدار جلساتها في الأروقة المظلمة لجهاز الأمن ودون أن يستدعى لها لا أولياء الدم ولا الشهود ولا أي أحد. كان هذا الكفاح قبل سقوط النظام السابق، وقد تحققت هذه الإرادة قبل سقوط النظام السابق وأعيدت القضية إلى مسارها الطبيعي وهو المسار عبر النيابة ثم إلى المحكمة. إذا تأملنا هذا الحكم أيضا نجده كبسولة عالية التركيز من مكونات القانون الجنائي، قانون الإثبات، قانون الإجراءات الجنائية وما بعض المكونات هنا وهناك من قوانين أخرى وجزء من مكون المسألة الدستورية المستمدة من دساتير السودان والعرافة الدستورية والوثيقة الدستورية. هذا الحكم بهذا الشكل كما ذكر السيد النائب العام وكما ذكر أستاذنا عمر عبد العاطي يحمل بقاءه، ونحن من جانبنا سنعض عليه بالنواجذ ونتمسك به بكلتا يدينا إلى أن يتم التأييد في أعلى مراحل التقاضي. التحية للشعب السوداني بالعهد الجديد من قضائه ومن نيابته، والتحية أيضا للتعاون الكامل ما بين النيابة كجناح من أجنحة العدالة والمحاماة كجناح آخر في تحقيق هذه العدالة. كذلك لقد أتيحت في هذه المحاكمة الفرصة كاملة للمتهمين لتمثيلهم والدفاع عنهم بواسطة محامين محترمين، وحقيقة أقول أنهم بذلوا جهدا كبيرا ولكن في قضية خاسرة. تحية للشعب السوداني والتهنئة له بهذا الحكم. شكراً أستاذنا عمر، أستاذنا عادل عبد الغني على المجهود الكبير. وللعلم هذه الهيئة إنما في وضع أهل الدم للاتهام، بداية فوض أولياء الدم فوضوا المؤتمر الشعبي، لأن المؤتمر الشعبي الشهيد هو أحد أعضاء المؤتمر الشعبي، والمؤتمر الشعبي على مستوى هيئة أمانته العدلية وعلى مستوى قيادته قرر أن يفتح، لأن القضية قضية قومية كبيرة، قرر أن يفتح هذه القضية حتى تتضافر فيها كل الجهود، ولأن قضية السودان وقضية التغيير كبير كان ذلك قبل سقوط النظام، وبذلك كونت هذه الهيئة ووافق هؤلاء الأشاوس هؤلاء الأساتذة هؤلاء العلماء على الانضمام، كل الجهات يمينا ويسارا كلهم تضافروا ووصلت الهيئة إلى حوالي 100 ثم تناقصت ببعض التنسيق. كان ذلك جهدا كبيرا، وهذه القضية من بدايتها وإلى تحويلها إلى الخرطوم بجهد من أخونا لا بد أن نذكر بالخير مولانا الوليد سيد أحمد الذي أحالها إلى الخرطوم من كسلة وعدد من المنشورات الأخرى. لا ننسى أيضا مولانا عمر الذي كذب الرواية السياسية بأن الشهيد قد توفي بالتسمم وبدأ الخط الجديد، فهي القضية التي كانت تحدي للعدالة السودانية. نتيح الفرصة الآن لأستاذنا إسماعيل الأزهري أمين أمانة عدلية بالمؤتمر الشعبي وهو عضو هذه الهيئة في دقيقتين كده. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة نشكر كل الحضور وكل الهيئة الممثلة في
اليوم كل العزاء فيما حصل للشهيد، ويعني الآية التي ذكرتها توصل إلى أنه أصبحت في حياة بعد موت الشهيد بالأصاف الدم، ولكم الشكر. أستاذ الذين قدموا الكثير وتوجهوا هذا التقديم لهذا الشهيد وهو لفلذات أكبر تلك المعلمين بهذه التضحية، والمعلم دائما يكون تاجا على رأسنا. وحقيقة واحدة من الأشياء التي كانت تزكي جذوة الحماس لهذه القضية أن الذي تعرض للإهانة هو المعلم. هؤلاء الذين عذبوا المعلم ينطبق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويربي كبيرنا. صحيح الأستاذ أحمد الخير صغير في السن، ولكن المعلم دائما كبير. التحية للمعلم، التحية لخشم القربة، التحية لخشم القربة. أرجو أن أقدم لكم فارسا من فرسان الكلمة والمنصة والعدالة أستاذنا ساطع الحاج. وطبعا أنت متأخرت شوية، أنا بديت في تقديم المؤتمر الصحفي وقلت كلامي. عموما يعني ما عايز أتكلم كثير، أكيد دي لحظات فارقة، والواحد ما كان متصور أنه يعني فعلا تستطيع الإرادة السودانية ويستطيع الشعب السوداني أن يعني ينتزع حقه بهذا المستوى القوي، وأن يكسر شوكة هذا الجهاز القمعي اللي فعلا حاول أن يتجبر على شعبنا لأكثر من 30 عام. يعني كان واحد من أدوات حكم الطاغية على بلدنا. أنا أعتقد أن الحكم ده كان حكم عادل، تمت إدانة 29 شخص فيه، وتم إصدار حكم بالإعدام شنقا حتى الموت. ويعني نحن نحيي القضاء السوداني أيضا، ونحيي الحكم، ونحيي المحكمة الموقرة حتى على سعة صدرها، ونعتقد أن المتهمين قد نالوا بحق محاكمة عادلة ما كانوا لينالوها في ظل النظام الذي كانوا يدافعون وقتلوا الشهيد أحمد الخير في الدفاع من أجله. شكرا جزيلا لكم جميعا. التحية للثورة السودانية التي أنجزت عدد من الإنجازات الكبيرة، وأهم إنجاز من هذه الثورة العظيمة أنها أخرجت قيادة سياسية. واحد من رموز هذه القيادة السياسية مولانا إسماعيل التاج، يتفضل للمخاطبة. بسم الله والرحمة لشهيدنا أحمد الخير، وطبعا أنا غانوني في المقام الأول. طبعا يشكل قرار المحكمة اليوم علامة مميزة في تاريخ العدالة في السودان، وده كله بفضل هذه الثورة. وكان أحد أضلاع الثلاث هو العدالة، حرية، سلام وعدالة. ويؤكد هذا القرار أن عهد الإفلات من العقاب قد ولى إلى غير الرجعة، وأنه لا مكان للحصانة في سودان الجديد. سودان الثورة، سودان الحرية، سودان العدالة. وبالتالي إن ربع الحصانة عن المتهمين كان هو ضربة البداية، وده ما كان ممكن يتم لولا هذه الثورة. لو لم تنتصر هذه الثورة، لو لم تنتصر لما تم ربع الحصانة عن المدانين. وبالتالي فإننا نعيش عهد عدم الإفلات من العقاب، وأنه لا حصانة بعد اليوم. التحية لكل من ساهم في إنجاز هذه العدالة، لممثلي الحق الخاص، وللنائب العام نائب هذه الثورة، ولكل من قام. وأنا أشيد أيضا بالتحري، يعني أنا فوجئت بالكمية الكبيرة ليومية التحري. التحية للتحري والمهنية هي دائما المطلوبة في سياق العدالة. نحن الآن في مرحلة جديدة، مرحلة بناء المؤسسات العدلية، وأضم صوتي أيضا بالانضمام إلى كافة المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب
وغيره من أشكال المعاملة الحاطة للكرامة وغير الإنسانية، والبروتوكول الملحق به البتيح تقديم الشكاوى ضد حكومة السودان، وأيضا لا بد من الانضمام إلى البروتوكول الخاص والمتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. التحية لأسر الشهداء، التحية للشعب السوداني، والآن نبدأ مرحلة جديدة في مسيرة العدالة ولن نرجع أبدا إلى الوراء. شكرا لكم. طبعا هذه القضية كما قلت قضية كانت واضحة وكانت تحدي كبير للعدالة في السودان، وقد نجحت العدالة في السودان أيما نجاح. كل الشهداء الآن هذه بارقة أمل لأخذ حقهم جميعا إن شاء الله. واحد من هؤلاء الشهداء الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. في هذا اليوم ليس انتصار للأسرة فقط، إنما انتصار للعدالة وانتصار لكل السودانيين وانتصار للثورة وعلى وجه الخصوص قبيلة المعلمين. أود أن أشكر بداية الشكر بالأمانة العدلية، هي التي انتقت لنا هؤلاء المحامون الأكفاء الذين قاموا على هذه القضية على الوجه الأكمل، بل وحتى ثابروا وصبروا. مولانا عمر عبد العاطي، أستاذ عادل، دكتور عادل عبد الغني، الأستاذ ساطع الحاج، دكتور محمد العالم، وبقية العقد الفريد من المحامين. أشكر هؤلاء الثوار الذين رابطونا بالخارج للوقوف خلف هذه القضية. ولولا هذه المدنية ولولا سقوط المخلوع لما كانت هذه المحاكمة، إنما أتت في البداية. الله سبحانه ولكم في القصاص حياة الله يوم البق، وهذه الحياة لا تتأتى بالمحاكم العسكرية، لأن الجاني فيها معروف والحكم فيها معروف، لكن الحمد لله رب العالمين جاء إلى الجهاز القضائي وتم لنا المراد والحمد لله رب العالمين. وشكر لكم كل الشكر من إعلاميين وصحفيين ولكل من وقف خلف هذه القضية لإبرازها على وجهها الصحيح، وجزاكم الله خير. شكرا سعيد. هذه القضية بهذا الحكم الذي صدر 29 سينالون الإعدام شنقا حتى الموت. هذا العدد الذي العدد الأكبر سينال جزاءه القصاص والإعدام شنقا حتى الموت، وبعضهم بالسجن. كانت وراءه محكمة بذلت جهدا علميا وجديا خالصا، وأرجو أن يكون هذا الحكم نوانة وخطوة لتوحيد الشعب السوداني والعبور نحو السودان الغد الكبير. الأخ المعلم الرمز أحمد ربيع، سيد أحمد، إن شاء الله يخاطبكم في الكلمة القادمة. تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة اليوم هو يوم تاريخي في تاريخ العدالة السودانية. اليوم احنا بدينا عهد جديد في العدالة، وبنتمنى انه كل من انتهك حق سوداني خلال 30 سنة السابقة
يتم الغصاص منه باسمي وباسم كل المعلمين. نشكر هيئة الاتهام ونشكر كل الصحفيين وكل الحضور الذين كانوا يتابعون الجلسة أو الجلسات المتعددة للمحكمة. شكرا جزيلا. شكرا يا أبو السوار. أنا محامي خشم القربة ومواطني خشم القربة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عادل بكر عبد الواحد المحامي، مواطن من مواطني خشم القربة، وجار للشهيد الأستاذ أحمد الخير وأسرته. طبعا نحن من البداية متابعين الدعوة دي من ساعة الحدث، كنا مركزين على الحتة بتاعت التقرير الطبي. يعني أنا كمحامي موجود وغريب الأسرة، كنا مركزين على الحتة بتاعت التقرير الطبي، والحمد لله الزول الأجر التشريح كان زول أمين. والقضية دي بالمناسبة يمكن 99% ارتكز على التقرير الطبي. دي حقيقة، المحامين دول بيفهموا الشغل تماما. 99% من الدعوة دي ارتبطت بالتقرير الطبي، لأنه الدكتور عبد الرحمن محمد صالح كان زول أمين وزول شفاف، وكان في 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 زمن العهد البائد كان زول شجاع. كان ممكن بكلمة واحدة، الأستاذ اللي بيعرف شغله كويس، بكلمة واحدة ممكن أغير من القضية دي كلها. قال لك ما تخش في التكنيكاليتيز. أيوه الحمد لله رب العالمين. يعني الحكم الليلة كان أفرح الجميع، كلهم مواطني خشم القربة وشعب السودان كله الليلة فرحان بهذه القضية. نسأل الله، نشكر كل المحامين الذين وقفوا في هذه الدعوة، ونشكر الشعب السوداني اللي وقفوا مع مواطني خشم القربة، ونشكر قبيلة المعلمين، ونشكر كل من ساند وساهم في هذه الدعوة. والشكر موصول للسواد وشهدائنا، ربنا يرحمهم ويتقبلهم إن شاء الله. ونسأل الله تعالى أن يعين من القضاء في السودان، وهذه الدعوة شهادة للتاريخ، وأن القضاء السوداني مؤهل أنه يحكم أي دعوة في 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 مسيرته بإذن الله تعالى. يعني هذه الحكم الآن الليلة أثبت لنا أن القضاء السوداني بخير، ونعم الخير الحمد لله رب العالمين. والشكر جزيل لكل الناس الحمد لله. لن أفصح عن أمر منعت منه، ولكن تمويل هذا العمل كله من جيوب هؤلاء الرجال ومن جهة معركهم الخاص، بداية بأستاذنا عبد العاطي الذي دفع بلا حساب. أعطيه الفرصة ليختم هذا المؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة ما في، يعني أول شيء الكلام اللي قاله الأخضر يعني لا يجوز. نحن قلنا بأقل من الواجب، هذه البلد اللي قربتنا وودتنا الجامعة وودتنا برا وبقتنا قضاء وبقتنا محامين، وهذا الشعب اللي بقانا وزراء قبل كده في 85، يعني ده أقل ما يمكن أن نقدم له. شان نقدم له وقت ولا نقدم له فلوس؟ ده احنا في خجل والله من اللي قدمناه. المفروض نقدم أكثر من كده. ناس قدمت أرواح، ناس قدمت دمها، قدمت الدم. احنا شو ما عندنا حاجة قدمناها يا مولانا. فنحن نشكركم جميعا، ونحن والله قلنا بأقل من الواجب والله، ونشكركم. ولولا يعني الوقفة بتاعت الشعب السوداني معانا ما كان وصلنا النتيجة دي حقيقة، لكن وجدنا السبورت، ونتمنى أن نسمع النتيجة في بقية الشهداء. نحن راجين النتيجة في بقية الشهداء، هذا الشهيد الأول اللي صدر القصاص في حقه، ننتظر بقية الشهداء إن شاء الله. حرية السلام تعالى. نعم.